شوف سلامات كيف الحال؟ هاد التراك راسه غير جاي لأحكي معكو دغري مش تلم لي لايك وشير بدكو تصيروا اشتغلوا عمي مني دعم واحترام بس لما بشوف بتهاجم فني مني طعم وانتقام انا بقدم فن صراحة وبتعب على انتاجي لهيك مش شايفك اصلا وعلى حفلاتك ما باجي انت عندك فانز مان وبتفوز علي بالعدد انا صح اللي عندي قلال مان بس موجودين للابد انت غلط عايش مرض بتفكر الكل فيك بهاجم بس العيون لا مش عليك شو مفكر حالك مطعم هاشم عم بكون كثير واضح ومش قاصد حدا معين بديش منك تحترمني بس من غير السين مبين ماشي بفتح طريق لحالي بطمح اوصل كثير اهداف لهيك مركز بس بشغلي صدقني فيش وقت لخاف شوف حالك ركز اكثر خلي همك انك تكبر وما تصنع لك اعداء صدقني بس وقتك بتخسر فاني عالمي بسطور ماشي بالعرض وبالطول مركز صاحي مش مسطول هاد بس تأثير علبي تفوت ايش في ايش في شفت الحيط البس فيه بغلط فيا بدو فيك مش فارق مين بيصفي ايش في ايش في شفت الحيط البس فيه بغلط فيا بدو فيك مش فارق مين بيصفي هي بدها ريليشن انا مهتم بالمرج ملهاش عالحياة بس لها عالخدش انا بس اعمل شغل جديد بوصل نشوي وهتفتش قاعد بغلط ولا بمدح صدقني مان بفرقش مكمل عادي ثابت رقم وحادي واحد انت صاير زي تاتو كثير قديم ولونه كاحت انا موجود انتو كنتم open mind انتو كنتم مش big fan للقذافي بس صراحة من انتم بحس حالي بمرايتك بتشوفني كل ما تفرشي صار عمري 27 بطلت زمان فرشي بس سافل نفسي اسافر نفسي عاشر حد مش فاسد ما بتوصل اعلى من كاز ولو راكي بسرع مصاعد بلا فوائد قاعد بنتج انت بتلمع انا فنتج فكروا ضلكوا يحكوا عني الف قصص وانا بمنتج اليوم موجود مخزن محصود مش هتنجح بحياتك طول ما انت حقود فاني عالمي بسطور ماشي بالعرض وبالطول مركز صاحي مش مسطول هاد بس تأثير علبي تفوت ايش في ايش في شفت الحيط البس فيه بغلط فيا بدو فيك مش فارق مين بيصفي ايش في ايش في شفت الحيط البس فيه بغلط فيا بدو فيك مش فارق مين بيصفي